بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. المتحف الوطني ومتحف الأرمتاج يقعان اتفاقية لتأهيل الكوادر الوطنية. ختام فعاليات معرض بورصة السفر العالمي بالعاصمة الألمانية برلين. مدينة صلالة عاصمة للمصايف لعام 2019 وفق المنظمة العربية للسياحة. أهلا بكم. وقعت السلطنة اتفاقية تدريب وتأهيل مهني وتخصصي بين المتحف الوطني ومتحف الأرمتاج بمدينة سان بطرسبورغ الروسية. جاء ذلك خلال استضافة السلطنة يوم الأرمتاج الذي تم فيه عرض التحف القيصرية الروسية ذات الطابع الشرقي. رعى فعاليات اليوم صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني. قصور مدينة سانت بطرسبورغ الروسية كانت بالقرب من قصر العلم هنا في المتحف الوطني، حيث يعاش يوم الإرمتاج، وهو اسم لمتحف عالمي شهير في سانت بطرسبورغ تعود ولادته إلى القرن 18 للميلاد. فالمتحفان الوطني والإرمتاج بينهما تعاون على المستوى المتحفي في مجالات الحفظ والصون، بل حطت المقتنيات العمانية المتحفية في معرض بقصر الشتاء التاريخي في مدينة متحف الإرمتاج. نحن مسرورين جدا بتطور علاقاتنا مع عمان والمتحف، ونحن جينا هنا مع التحف الجميلة ومع الزملاء من إرمتاج، معنا مرممي للمجوهرات. المتحف الوطني ومتحف الإرمتاج وقعا اتفاقية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية. معرض المتحف افتتح ليحكي سطورا من تاريخ قياصرة الروس، فالحافظة هذه تحمل صورة كاترين العظمى تعود لعام 1780 للميلاد، في حين هذا السيف المنحني يعود إلى أواخر القرن 18. متحف الإرمتاج عمره الآن 255 عام، فلديه تجربة متراكمة عريقة، ويجري الاستفادة من تجربتهم فعليا منذ حوالي 5 سنين الآن، وخلال هذا العام سيتم ابتعاث مجموعة أخرى من الكوادر الوطنية العمانية للتدريب والتأهيل المهني في سانت بطرسبورغ بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها. يضاف إلى ذلك أن عمان تسخر بمفردات للتراث الثقافي فريدة من نوعها، قل ما توجد خارج عمان. أسرار من المقتنيات الشرقية في متحف الأرمتاج، محاضرة تحدثت عن الفن الإسلامي والمقتنيات العربية التي تسكن المتحف بتاريخها التليد. مسقط وسانت بطرسبورغ التقتا في يوم الأرمتاج على بحر عمان، يوم تبادلت فيه الدولتان الخبرات في المجال المتحفي في ظل ما تسخر به السلطنة من مقتنيات تعود إلى حقب زمنية مختلفة، والأمر أيضا يندرج على روسيا. من المتحف الوطني فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط. اختتمت السلطنة مشاركتها في فعاليات معرض بورصة السفر العالمي المقام بالعاصمة الألمانية برلين، وبعد أن حققت عددا من الجوائز الدولية تم اختيار السلطنة لتكون شريكا رسميا لبورصة برلين 2020 من قبل اللجنة المنظمة للمعرض. مشاركة السلطنة في معرض بورصة برلين للسياحة 2019 إنجاز أهلها لتحظى بصفة الشريك الرسمي وضيفة الشرف لمعرض بورصة برلين القادم 2020. هذا النجاح سيمنح السلطنة فرصة نوعية لترويج أبرز مقوماتها السياحية والثقافية.
لا شك أن هذا الحدث حدث استثنائي، الكثير من الدول تسعى وتحرص أن تكون الشريك الرسمي لمعرض بورصة السفر العالمي في برلين، ولكن ولله الحمد بفضل العلاقات الوطيدة بين السلطنة وجمهورية ألمانيا حصلت السلطنة على هذا الشرف، وكذلك بفضل الجهود التي تقوم بها السلطنة من أجل النهوض بالقطاع السياحي، بموجب هذه الشراكة ستحصل السلطنة على العديد من المزايا الإعلامية والترويجية، حيث ستقوم الكثير من القنوات والصحف العالمية بتغطية هذا الحدث العالمي الكبير. خلال حفل الختام استعرض الرئيس التنفيذي لمعرض بورصة برلين أمام حشد من الجمهور تاريخ وحضارة السلطنة ومقوماتها السياحية ذات الطبيعة الساحرة، ثم قامت ماليزيا الشريك الرئيسي لمعرض بورصة برلين هذا العام بتسليم السلطنة راية الشريك الرئيسي لسنة 2020. إن أسباب اختيار السلطنة شريك الرئيسي لمعرض بورصة برلين للعام القادم هي أن عمان بلد جميل جدا، وثانيا لديها نمو كبير في عدد السياح الألمان والأوروبيين، وثالثا لديها تاريخ عريق وثقافة التي هي ضرورية للترويج لها حول العالم. الشريك الأساسي في معرض بورصة برلين 2020، هذا التشريف الاستثنائي في معرض يختصر العالم في بقعة واحدة وعبر حفل الافتتاح المخصص للسلطنة، سيتم تعريف الجمهور والحضور بالثقافة والتراث والفولكلور العماني، وسيتاح للسلطنة إقامة العديد من ورش العمل والجلسات على مدار 5 أيام. معظم الألمان بحبوا كثير يسافروا يزوروا عمان. ليش؟ لأنه هم بيحبوا الصحراء، بيحبوا البحر، بيحبوا أهل عمان. السلطنة تعد أبرز الوجهات السياحية وصاحبة لقب أفضل وجهة سياحية عربية لعام 2019 وأفضل وجهة سياحية تراثية ثقافية في معرض برلين، تعزز عاما بعد عام قطاعها السياحي كأهم محركات النمو الاقتصادي. لتلفزيون سلطنة عمان، رملة أبو إسماعيل، برلين. مدينة صلالة عاصمة للمصايف العربية لعام 2019، ذلك ما أعلنت عنه المنظمة العربية للسياحة. وقالت المنظمة إن مدينة صلالة تعد وجهة سياحية مثالية على مدار العام، حيث تمتاز بطقسها وطبيعتها الخلابة، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من المواقع والمعالم السياحية والثقافية والتاريخية. وأوضحت المنظمة العربية للسياحة أنها ستعمل بالتعاون مع وزارة السياحة في السلطنة على وضع خطة استراتيجية لتنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج المشتركة خلال العام الجاري، بهدف زيادة عدد السائحين إلى المدينة بنسبة 30%. يذكر أن إجمالي عدد زوار موسم صلالة السياحي في العام الماضي تجاوز 826,000 زائر. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. عائلة كندية تبني أكبر متاهة ثلجية في العالم. أهلا بكم. بمشاركة 49 منظمة ومؤسسة حرفية من 17 دولة، افتتح المعرض الدولي للصناعات الحرفية الثاني بمشاركة حرفية دولية واسعة. المعرض باعتباره الحدث الأبرز ضمن خريطة الفعاليات الحرفية، يعرض العديد من المشغولات اليدوية والفخارية
والخشبية. لم تعد الصناعات الحرفية تقتصر على المنتجات التراثية التقليدية التي توارثها الحرفيون، وإنما بدأ يظهر جيل جديد من المصممين ممن يعشقون المنتج اليدوي، واستطاع هؤلاء إضافة أبعاد جديدة لهذه المنتجات جعلتها أكثر عصرية وأكثر استخداما في البيت الحديث، وهو ما ميز المعرض الدولي للصناعات الحرفية في دورته الثانية. التعريف بهذه المنتجات والحرفيات في كل دولة يعني دائما يعزز هذا التواصل الجميل. نعتقد أن معرض يجمع بين دفتيه ليس فقط المنتوجات كسلع، وإنما تعريف بالثقافات، تعريف بهذه الهويات بين عدد كبير من دول العالم. المعرض شهد مشاركة دولية واسعة من 17 دولة و49 حرفيا، بالإضافة إلى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية المختصة بالصناعات الحرفية والمنتجات التي تنوعت ما بين مشغولات نحاسية وفضية ومنسوجات، منها السجاد اليدوي بأشكال وألوان مختلفة، وكذلك مصنوعات زجاجية وفخارية، إضافة إلى منتجات خشبية منها لوحات فنية. المشاركات تقريبا ما يقارب 17 دولة ل 49 منصة بيع وتسويق. هذه السنة الحمد لله زادت عدد الدول المشاركة، بالإضافة إلى الحرفيين محليا ودوليا. يؤكد المعرض الدولي للصناعات الحرفية جهود السلطنة في دعم التواصل الإنساني بما يحقق الوئام ويرفع الوعي المعرفي بمستوى الإجادة الحرفية. شاركنا بالجناح البحريني ضم 3 حرف بالإضافة إلى المنتجات اللي تنتج في المراكز الحرفية. حاولنا أن نحضر بالحرف المميزة والمطورة على أساس أنها تعكس مدى التطور اللي وصلت له الحرف البحرينية. عرضت أكثر من منتج، المنتج اللي كان عليه أكثر إقبال وأكثر استفسار اللي هو منتج اللي دمجنا فيه بين صناعة الفضة وصناعة الذهب، اللي حاولت من خلاله أني أغير الفكرة السائدة عند الناس أن الفضة تخرب الذهب أو الذهب يخرب الفضة. يعتبر المعرض الدولي للصناعة الحرفية أكبر تجمع حرفي يهدف إلى إذكاء التنافس التسويقي بين المشاريع الحرفية، كما يجعل من السلطنة وجهة متميزة للحرفيين من مختلف دول العالم. إن تنظيم مثل هذه المعارض من شأنها أن تعرف بالتراث العماني للزائرين، كما أنها تعزز التنمية الاقتصادية والثقافية في البلاد. من المعرض الدولي للصناعات الحرفية، أيوب بن سليمان الريامي، محافظة مسقط. تمكن زوجان كنديان من تحطيم رقم قياسي جديد عبر تصميم أكبر متاهة ثلجية في العالم، حيث استغرقت عملية تشييدها نحو 4 أسابيع، ويأمل زوجان في استقطاب آلاف الزوار من أنحاء العالم. تمتد أطول متاهة ثلجية في العالم على مساحة 1789 متر مربعا، وقد احتاج مزارع وزوجته إلى شهر كامل لإنجازها في مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وكان المزارعان كلينت وأنجي ماس متخصصين في متاهات الذرة خلال الصيف، إلا أنهما قررا الانتقال إلى موسم آخر رغم عبء المهمة التي كانت بانتظارهما. قررنا أن نصنع الثلج الخاص بنا، وقد احتجنا 2 إلى 3 أسابيع فقط للقيام بهذه المهمة، وبدأنا بعدها ببناء المتاهة. ومنذ افتتاحها في مطلع كانون 2 يناير الماضي، تعج المتاهة بالزوار وتستقطب الكثير من الفضوليين رغم البرد الجليدي، مع تدني الحرارة في غالب الأحيان إلى ما دون 30 درجة مئوية تحت الصفر. كان الأمر ممتعاً فعلاً، لأنه كان علينا إيجاد مواقد التدفئة، وقد ساعدنا ذلك أيضاً على إيجاد المخرج. وبفضل هذا العمل الذي بات يستقبل الجمهور للمرة الأولى هذا الشتاء، أطاح الزوجان الرقم القياسي السابق بأشواط، وكان الرقم القياسي هذا مسجلاً باسم متاهة في متنزه فورت ويليام التاريخي في أونتاريو. وفي ختام نشرة أخبار الثقافة، هذه عادة لأبرز العناوين. المتحف الوطني ومتحف الأرمتاج وقعان اتفاقية لتأهيل الكوادر الوطنية.
ختام فعاليات معرض بورصة السفر العالمي بالعاصمة الألمانية برلين. مدينة صلالة عاصمة للمصايف لعام 2019 وفق المنظمة العربية للسياحة. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.